5 الصبح في العيادة عشان أفرش وكده. هو شغل ما كانش حلو في الأول يعني في الصبح، فبالليل هو اللي كان معايا حلو الحمد لله. يعني حلو العيد يعني الناس كلها بتسترزق منه، سواء العيد أو رمضان دوت شهر المفترج بتاع ربنا وبرزق الناس كلها، حتى لو قليل بس الحمد لله. اغلب زباينك يعني من الاطفال ولا الكبار ولا لا؟ اكتريتهم كبار، شباب كبار يعني بيعدوا عليا يقولوا الله انت عامله زلابيه ده انا بموت فيها، يقفوا يقعدوا يهزروا وياكلوا ويمشوا.